اعتبرت الخارجية السورية رداً على تصريحات وزير الداخلية التركي أحمد داود أوغلو بشأن استبعادها التحاور مع النظام السوري أن أنقرة لا تزال مستمرة في تبني سياسة الهروب إلى الأمام ورفض إجراء أي مراجعة نقدية لسياساتها. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى بكين بعد موسكو بحثاً عن توافق دولي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة في سوريا. في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات في سوريا، يبدأ المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي زيارته للصين التي تستمر يومين، وذلك بعد زيارة قام بها إلى موسكو. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي أن الإبراهيمي سيبحث سبل الحل السياسي للأزمة السورية. لقد عبرنا عن تقديرنا ودعمنا المستمر للإبراهيمي، واقترحت على الأطراف المعنية في سوريا الاستجابة لمقترحات الإبراهيمي لوقف إطلاق النار في سوريا خلال فترة عطلة عيد الأضحى. نأمل من الأطراف المعنية أن تغتنم الفرصة وتجعل وقف إطلاق النار دائما. وفي سياق ردود الأفعال، أبدى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أسفه لفشل وقف إطلاق النار بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. نشعر بحزن عميق بسبب فشل وقف إطلاق النار رغم الجهود الكبيرة والرسائل المشجعة من جميع الأطراف المعنية. كنا نأمل من أشقاؤنا في سوريا أن لا يفوتوا هذه الفرصة، لكن للأسف استمرت المواجهات. أولا، يتعين أن يظهر النظام السوري رغبة في إقرار السلام مع شعبه. إذا لم يظهر الرغبة في إقرار السلام، سيكون من المستحيل تحقيق أي نتيجة في المفاوضات مع الطرف الآخر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب عن بالغ استيائه بسبب عدم احترام وقف إطلاق النار في العيد. من جهتها، اعتبرت السلطات السورية فشل مجلس الأمن الدولي في إدانة التفجير الذي وقع بدمشق مشجعا للمجموعات المسلحة على مواصلة عملياتها. ووصفت الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تعطيل بعض الدول الأوروبية والغربية إصدار مجلس الأمن لبيانات تدين الإرهاب في سوريا بمثابة احتضان له، فيما اتهم رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني المجتمع الدولي بالعجز عن التحرك بفاعلية لإنهاء النزاع في سوريا، مضيفا أن بلاده تثق بالإبراهيمي لكنها تدعوه إلى وضع فكرة واضحة لكيفية حل هذا الموضوع أمام مجلس الأمن وبدء مرحلة انتقالية، متوقعا أن يكون هناك شلل في الفترة المقبلة بسبب الانتخابات الأمريكية. من جانبها، دعت الخارجية الإيرانية إلى وقف دعم المسلحين ووقف إطلاق النار لتعزيز فرص الحوار الوطني. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان بارست إلى الجهود المهمة التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا، مشيرا إلى أن هناك دولا تسعى لإفشال جهود الإبراهيمي، وأكد أن وقف التدخل الأجنبي في سوريا يشكل الخطوة الأولى لحل الأزمة.